ما شفت من هذه الامور كثيرا جدا جدا. ناس كثيره بتقول لي، عمالين يبعتوا لي يقولوا لي شكرا، مش شكرا ولا حاجه يا جماعه، ده الطبيعي، ده جمهور النادي الاهلي او ده الفرق. انا يعني كل ما هشوف الفيديوهات دي هتلاقي جسمك بيقشعر طبعا، حتى لغايه دلوقتي. انت عشان انا يعني بقول انت لك داخل في تقول لي الفصل، بقول لك يلا يلا بينا. يلا. اه هقول لك على حاجه، يعني ال 11 راجل اللي هيردوا بكره هم اه اللي هيردوا على الراجل اللي هو قاله في المؤتمر الصحفي. احنا ما بنردش خلاص، انت كنت قبل كده موجود بتتعامل بالامور النفسيه صحيح. اللي انت بتتكلم فيها، بتقلد موسيماني ايام ما كان موجود ساعه فايلر نفس الاسلوب، وكان معاك محل اداء متلبه وكل الجهاز الفني اللي كان معاك هو هو اللي كان موجود ولسه موجود معاك ايام اوكي. موسيماني. النادي الاهلي 11 لاعب ينقي اسلوب واختيار استراتيجيه ينفذ بيها شغله، هيبقى في حاجتين. انت بالنسبه لك مكسبك يبقى انت سان داونز شكلا وموضوعا ضيف شرف، بتبقى موجود في كل بطوله بس ما بتعرفش تاخد بطوله. انت المفروض الماتش في ملعبنا وسط الجماهير صحيح. الكبيره دي تقدر تحقق ده، لعيبتك عندها الامكانيات دي، اللي موجودين هم اللي كانوا موجودين في سان داونز، هم اللي هيبقوا موجودين بكره، عندهم الاسلوب وشراسه وفكره البطل دي بتبقى موجوده، سمات على شعار على صدرنا صحيح كلنا، يعني ايه النادي الاهلي. صحيح. الفرق كبير جدا الحقيقه ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور اخر، لان في مثل هذه المواقف وفي مثل هذه المباريات بيظهر جمهور النادي الاهلي كالبطل. بص يا كابتن اسلام، في حاجه مهمه جدا يمكن انت وانت بتقولها من شويه، الماتش اصلا كانوا طالبينه هو يبقى هنا في مصر 4، يبقى هنا في مصر 7 ويلعبوا هناك الساعه 4. انت احنا ما بنتكلمش، لا انت العكس، هو كانوا العكس، عايزين هنا 4 هنا 4 وهناك وهناك 7. الساعه 7. انت فجاه رجعت لنفسك بالذاكره قلت اما ارجع اتعامل في حته الساعه 3، يمكن تكرار ماتش 5 يتكرر تاني. دي وجهه نظرك تحترم، انت راجل صغير في السن وتسعى وعندك ليها بالظبط. طموح، براحتك طموحك زي ما انت عايز، فكر بالاسلوب اللي انت عايزه. بكره شراسه البطل والشخصيه اللي هيلعب بيها لعيبه النادي الاهلي في الالتحامات ومن اول دقيقه وانت صحيح. بتسخن هيبان. هقول لك على حاجه، انا لسه شايف معاك دلوقتي صوره الشناوي، هو ده عكس الماتش اللي هناك، هو ده اللي انا عايزه، هو ده ثبات انفعال الراجل ان هو بيتكلم على اللاعب رقم واحد جماهير النادي الاهلي اللي هتملى الاستاد بكره. احنا ماتش بكره مصر والجزائر سنه 90، عشان نعرف سان داونز ده انتوا بتبقوا في المؤتمرات وفي القرعه كل واحد فيكو بيقول يا رب ما ينزلش معايا في مجموعتي النادي الاهلي، واول لما بتطلع الشريط ساعه السحب كله بيبص لبعض وبيبتسموا وبيقولوا الحمد لله ان هو ما جاش معانا في قرعتنا. صحيح. ان شاء الله دي البطوله الاولى المصنفه تكون من نصيب النادي الاهلي، وده جدير معانا مدير فني كبير على لعيبه على اعلى مستوى تقدر تحقق التارجت بكره بالاسلوب اللي انا طالبه او الاسلوب اللي بيتمناه كل لعيبه النادي الاهلي او المتفرجين للنادي الاهلي. حاجه واحده ان انا احافظ على مرمايا ويبقى شراستي الهجوميه واقع في الملعب بتحقق الهدف الاول والثاني والثالث، مش بعيد، انا مش بلعب السيتي.